إذا تبي تشتري سيارة أو مركبة بتمويل من أحد البنوك الإسلامية، بطبيعة الحال راح يكون عندك عرض سعر، وبعدين راح يشتري البنك هذه المركبة من صاحبها أو من مالكها حسب ما ذكرنا في حلقات سابقة. بعدين راح يتصل عليك الموظف ويطلب منك أنك تتوقع العقد فيما بينك وبين البنك. لما توقع عقد الشراء من البنك في هذه الحالة، احسب حسابك أن هذا العقد تترتب عليه آثار كثيرة جدا، من أهمها أنك أنت أصبحت الآن مالك للسيارة. هذه مسألة. مسألة ثانية ترتب على ذلك أن مخاطر السيارة وضمانها انتقل من البنك إلى العميل اللي هو أنت، لأنك أنت أصبحت مالك للسيارة. وترتب على ذلك أن العلاقة صارت بينك وبين البنك علاقة دائن ومدين. كل ما في الأمر الآن أن البنك يطالبك قدر الدين الذي يمثل قيمة السيارة مع أرباحها. نادي الاقتصاد الإسلامي، لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.